جولة التسوق في المحال التجارية لم تعد عملية ممتعة كما كانت من ذي قبل، وهذا هو حال رائدة، فهي لا تقدم على اقتناء أي منتوج إلا بعد التحقق من جميع الأسعار ومقارنتها، وبناء على التقييم تجري تعديلات على قائمة التسوق، فتحذف منتجات يمكن الاستغناء عنها وتؤجل أخرى. رفعت كتير أكثر من الدبل، يعني مثلا هايدي كان حقها ب 8000، 18900 صارت، يعني كتير. هايدي كمان كان حقها 3000 صارت 6400، يعني أسعار كتير هيك، ما بعرف كيف بده يهدي الواحد بهيدا البلد وبهيدي الأوضاع، وكيف بده يكفي المعاشات ما بعرف. هو الوضع ذاته الذي تشكو منه شريحة عريضة من اللبنانيين، الارتفاع العشوائي للأسعار بالتزامن مع غياب رقابة الحكومة. الغلاء عم بيصير فوق الطبيعي، فوق الطبيعي، يعني سعروا الأسعار على 10000 دولار، ندل للسبعة، ندل للستة، ورجعوا طلعت شوية، رجعوا غلوا الأسعار مرة تانية. والأوضاع قد تزداد سوءاً مع اقتراب موعد رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية. نتوقع على الأقل ارتفاع الأسعار بنسبة 400% إن رفع الدعم، لأنه بطل في موارد كافية للاستمرار بالدعم، أكان عبر البطاقة أو كان عبر دعم المواد، وليس هنالك من حل بالأفق. يجري الحديث حالياً عن استحداث بطاقة تموينية للأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط بالتزامن مع رفع الدعم، غير أن هذا الإجراء ما زال قيد البحث. تشير الإحصاءات إلى أن ثلثي الأسر اللبنانية تعاني من انخفاض في دخلها مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي انخفضت القدرة الشرائية لدى هذه العائلات مع ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية بشكل ملحوظ. ويحذر الخبراء من انفجار اجتماعي وشيك مع انهيار مقومات الحياة والقدرة على الصمود لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، بيروت.